ضربات متتابعه تلقتها ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع على ايدي الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه هنا في مديرية خبو الشعب شمال غرب محافظة الجوف. يجد إعلان بدء معركة تحرير ما تبقى من المحافظة طريقه الأول على هذه الجبهة، إذ أخذت المعركة وقعها بجدية وصرامة أكثر، ومعها حقق الجيش والمقاومة تقدما كبيرا خلال اليومين الماضيين، واستعاد عددا من المواقع أبرزها الضعة والكثمان والغميرة والسعراء غرب صبرين، إلى جانب مواقع سابقة طردت منها عناصر الميليشيا وغنم الجيش عتادها العسكري. تتضح معالم المعركة من حيث السرعة والإنجاز في جبهة المحافظة التي تتمتع بموقع استراتيجي، فالجيش بعد أن صد هجمات ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع على عدة مواقع بمديرية المصلوب باشر أيضا التحرك بالمعركة الحاسمة بإسناد من قوات التحالف العربي ليتمكن من تحقيق تقدم متسارع في الجبهات، وحرر بعض المواقع في المديرية تمهيدا بذلك كما يقول لمعارك أخرى. والآن احنا في السعراء غربي صبرين 6 كيلو أو 5 كيلو وماصلين لسوق الثروث وزفلت والعقبة، وإن شاء الله نصف القوف شبر شبر وباقي محافظة الجمهورية. المعروف هو أن الميليشيا الإنقلابية كانت تستميت بقوة للحفاظ على هذه المناطق لما لها من أهمية كبيرة لقربها من الخط الدولي الذي يربط محافظة الجوف بمنفذ البقع، وأيضا تعد البوابة الشرقية لمحافظة صعدة المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي المتمردة.